انت خليتيني واحد تاني، انت عملتي فيي العجايب. مها حاجتك تبالي يا ستي، ما راح تصدقي وما حتى تشوفي كيف صاير مزاجي. حابب كل الناس، حابب شوف كل الناس عم يضحكوا لاني عم بضحك، حابب شوفهم كلهم فرحانين مثلي، وهذا بسببك انت. لك تقبر قلبي، ان شاء الله الضحكه ما تفارق حياتك ابدا. زينه حبيبتي، بنحكي بعد شوي اذا كنتي لسه سهرانه، لانه عقيل هالليله ولازم نحكي معهم كلمتين. ماشي، بس لا تطول عليها. حاضر يا ست البنات، بعدين انا فيني اطول. ناظرتك معي. ماشي، سلام هلا. باي. تاخرت. كان عندي مشوار ضروري. وين؟ كيف الامور؟ طمن. ممتازة يا سيدي، الشباب عم يشتغلوا بهمة عالية وطاير عالم من الفرح بسبب الطريقة الجديدة بالإدارة. هلأ إمتى بدك تخلص من قصة المسلخ هي؟ نعم؟ شو تفضلها؟ بشرفك، مالك ملوي تابك بالدم لحتى مشتري تياب جديدة اليوم؟ هي يعني هيك شي. وين التياب؟ لك مهاب شو صاير لك؟ كتراني أسئلتك. وين المشكلة؟ المشكلة إنه جاي فطسان وتعبان وحضرتك عم تسألني على تيابي بدل ما تحكيني عن الشغل. شو قصتك يا زلمة؟ شو صاير لك؟ العم على القصة. إيه؟ يعطيك العافية. أهلين أستاذ مهاب. شلون الشغل؟ الحمد لله ماشي الحال. تعرف؟ الشباب ما عم بيلحقوا لي شغل. يعني عندك وقت فراغ؟ ايه، احيانا عم بقعد بدون شغل اكثر من ساعه. في حل. شو هو؟ الست فيروز عندها اغنيه اسمها شاب. ايه بعرفها. كثير منيح، هي بتبيعته للولد. فبركي بتدور عليهم اوقات الفراغ بتكسب سوا. كيفك ابو محمد؟ على خير استاذ. كيف الوالد؟ لسه ظهره عم يجعوا؟ والله لسه. اخي بتهندوا ظهره كل يوم المساء قبل ما ينام، شوية زيت زيتون مع شوية كحول على كم يوم هيك قبل ما ينام بيتحسن ان شاء الله. ليك اذا احتاج عملية لا سمح الله، لا سمح الله، فاعتبر المعمل بخدمتكم. ماشي؟ كثر خيرك يا استاذ. ولو يعطيك العافية. ولو، هي واجبنا. شو شلون هم؟ يا استاذ ممتاز. الله محييك، الله محييك. كريم وياك يا استاذ. فعلا فعلا بصراحة صار الواحد نفس يشتغل. بعد الزيادة بالكم ليرة؟ لا الله يسامحك يا استاذ، والله من بعد ما جيتك على المعمل. اطلع من هالبواب، القصة كلها كم ليرة زيادة، بعرفك طول عمرك مادي. ايش بدنا نعمل؟ استاذ مهاب، حني على المكتب. شوف مهاب، لازم تكون طريقتنا واحدة بالتعامل مع العمال. مو معقول فوت على المعمل لاقي العمال تاركين شغلهم وقاعدين عم يضحكوا ويلعبوا. يلعبوا؟ مين اللي كان عم يلعب؟ العامل اللي كان غشيان من الضحك وحضرتك عم تحكي له نكت. عقيل، عيب تحكي معي هيك. عم بحكي اللي شفته. اول شيء كل واحد له طريقته، ثاني شيء انت اللي بيعنيك هو الانتاج وبس. هدول بشر مو آلات، لازم نتعامل معهم بانسانيه. اها، وما بتصير الانسانيه الا اذا كانوا عم يتسهسكوا؟ شو لازم تلاقيهم عم يبكوا ورجليهم عم تقصف من الخوف لانه الاستاذ عقيل فات على المعمل؟ لك مو هيك يا اخي. بس كمان ما حلو المنظر اللي شفته اول ما فتت. شوف عقيد، اذا عندك مشكله مع حب الناس غير طريقتك، مو تطالبني انا اصير مثلك وغير طريقتي. انا ما بيعنيني حب الناس. لا بيعنيك، والدليل فوره الدم اللي انت فيها. بقى الله يخليك، اذا كل مره بدنا نختلف مشان تفاصيل نفسيه بتخصك خليني امشي. كل ما حكينا معك كلمه بدك تعملنا اياها حردي. عقيد انا ما بحرد، وهي كلمه بتنقال للاولاد الصغار مو لالي. شو ما بيصير طلع فيني. ما بيصير لك على الشيء اللي بيخطر ببالي؟ كل ما حكينا كلمة بدنا نخاف على زعلك؟ قول يلي بدك اياه بخصوص الشغل، بس بخصوص طريقتي بالتعامل مع الناس هي انا يلي بحددها. طيب روّي روّي روّي. لا مو معقول هيك، كل مرة بتعمل لي نفس القصة وبتهزلي بدني. يا أخي إذا مو مناسبتك طريقتي مشيني، ليش مخليني هون؟ خلص حقك على راسي، حقك على راسي، مسيح. متع نظرك. شو هاد؟ اقرا. أوف، كيف صار هيك؟ حتى تشوف عقيل شو ممكن يساوي. هو هلا شو يعني؟ رجعت البيت مشي الحال. هيك بهالبساطة ابي لي رجع؟ هلا مو بهالبساطة، وعذبني شوي الحقيقة. كيف؟ لا تشغل بالك. المهم الأستاذ خليل هلا هذا الكلب. بس اخلص منه ساعتها بتهدأ أموري كلها على الآخر. رجعنا لقصة الانتقام. لك لا لا مو انتقام، قصاص الكرامة. سيدي الله يهدي بالك. يهدينا جميعا. ليك مهاب الله يرضى عليك، لا بقى تمزح مع العمال.
رافض تضل ماشي هيك بعكس التيار، لأنه مو حابب حدا يوقف بطريقي من اليوم ورايح، وخايف يا صاحبي تبقى بعنيت ساعتها سعرك بسعر جمانة وبتكون أنت اللي اخترت. لك برافو عليك خيال الخيل يا أبو فاخر. ولو أستاذ بدنا خدمة محرزة. اجيتك فورا. لك لا ما عم بحكي عن هديك، عم بحكي عن مختص جديد. وأنا عم بحكي عن مختص جديد. حلو والله الشغل معك رح يقتل بعضه بعد شوي. قلت لك يا أبو فاخر معي ما تسأل. إيه ما بدنا نتفق بالأول؟ خلاص إلك مثل اللي أخذتهم هديك المرة، بس هالمرة بدي هز كتافها. متى ما انوجدت العملة كل شي في دحبك بهون يا سيدي، والمصاري جاهزين. هات لشوف، قسم وسمعني. في مدرسة بضيعة اسمها أم العيون كنت درس فيها من شي 6-7 سنين. ايه مدير المدرسة اسمه خليل، بدي أعرف عن كل تفاصيل حياته بالفترة الماضية، كيف عاش، وين راح، وين إجا، وبدي أعرف هلأ كيف عايش. وبعدين هلأ خلينا واحدة واحدة، بس تجيب لي المعلومات الكاملة بنحكي باللي جاي. طيب طيب وين صايرة المدرسة؟ واعطيني كنيتو. عقيل في ضيوف بدهم يشوفوك. أبو فاخر بحكي معك بعدين، إجانا ضيوف. يلا سلامات. الله معك. الله معك، الله معك، والقلب داعي لك. متى ما انوجدت العملة كله في دحبك بهون. الله عليك شو مشسي. تفضلوا. يي لك اهلين زينة. اهلين عقيل. تعي 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 لك قربي، تعي لك لا تخجل قربي. لك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك شو اخبارك؟ انا بألف خير. شلون ابوك وامك واخوك؟ والله الكل بألف خير. حليانة كثير يا درسانة، كيف صايرة؟ لك معقولة العمل اللي عاملها انت؟ شو عملت؟ لك شلون بتخلينا ننزل اعلان بالجريده مشان السكرتيره والمخلوقه موجوده؟ زينه؟ ولك ايه زينه، شو بدنا احلى من هيك واشيك من هيك وارتب من هيك؟ يو عقيل بدك يعني انا اشتغل هون عندك سكرتيره؟ ولك ايه، مو انتوا على وش الجواز، لازم تتساعدوا. والله من حيث المبدا انا بلاقي انه العرض كثير ظريف. شو اثنيناتكم حكيتوا واتفقتوا وقررتوا؟ انا ما حدا اخذ رايي. هلا انا بصراحه كثير جاي على بالي اشتغل، بس ابي ما بيوافق. ولك شو بدك بابوكي؟ اذا ابوكي جوزك هذا بمعيتي، خلاص انا بحكي معه ما تهتمي. ايه شو موافقة؟ موافقة. ايه ممتاز. شو رأيك يا مهاب انت؟ والله ما بعرف، بس انا يعني ما عندي مانع اذا زينب بتوافق، وعمي طبعا. انا موافقة. ما علي، لسه بيرجعوا بيقولوا لي ابوه شو بدك فيه؟ خلص تركي. موافقة؟ موافقة. مرة ثانية؟ موافقة. خلص معناتها انحلت. ايه طول بالك قبل ما توافق، بدك تعرف قديش بدي اعطيها بالشهر. شو عقيل قديش بدك تدفع؟ 30,000 ليرة، يعني كل يوم 1000. والله 30,000 ليرة بيخلوا الصخر يحن. فكري وردي لنا خبر. شو فكر انا موافقة، يعني شو بدي اكثر من هيك؟ يا ربي ابي يوافق. حاجه بقى تركينا من ابوكي، لسه ابوكي لا على قصه. يا سيدي على قد ما كنت مقروق منك اليوم الصبح، على قد ماني مبسوط هلا. شكرا عقيل. لك على شو يا رجل؟ لك ما بدي شرح، يلي بيساعد اهله ورفقاته الله بيساعده. تعي 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 ورجيكي مكتبه. بالجميل، مع انه لا بعرفك ولا بتعرفني،
بس بتستاهل، بتستاهل من هلا ورايح لك ابي. رح صبح عليك اليوم وبوس ايدك اليوم، لانك نقلتني من عالم لعالم تاني. صباح الخير زينة. صباح الخير استاذ. هذا فضلك. فضل الله لك زينة. ايه ايه استاذ عقيل. بدك شي مشان طلبية، طلبية القماش اللي طلبتها ما بدك اياها؟ ما بدك عليانين عيونك ها؟ هذا الشاب انا عينته مشرف على القسم، اجيت حضرتك وغيرته، فيني اعرف ليش؟ استاذ انا عم بشتغل حسب الكفاءة والأقدمية. ما اختلفنا، بس اجى قال لك الاستاذ عقيل هو عيني، بتقوم بتقول له انا المدير الاداري وانا بعرف مين بيستاهل هذا المنصب. طبيعي استاذ، انا مع العمال بالليل وبالنهار وبعرف مين عم يشتغل بصورة ممتازة ومين بيستاهل يكون مشرف. ما حدا بيكسر كلمتي مين ما كان يكون. انا عينته مشرف على القسم، ممنوع حدا يتلاعب بكلامي، عم تفهم يا سيد؟ يا سيد. ايه يا سيد، وقت بتدوس على كلامي لحتى تتمنظر قدام عمالي بدي لك يا سيد. بيرجع مشرف قسم لك، انا شغلتك عندي هون لحتى تنفذ اوامري، مو لحتى تتمنظر تتصرف لحالك. لعمة لعمة. مو على مهاب. اوعك تغلط بالحكي، ما بسمح لك لا انت ولا لي اكبر منك يتطاول علي. الحق مو عليك، الحق على اجدب مثلي صدق انه ممكن ما تقدر فيه. انا بعمري ما كنت غدار، بعرف حجمك منيح الله يرضى عليك. بعرف حجمي منيح، والله كنت متاكد انك عقرب والبني ادم اللي جواتك قتلته المصاري. بني ادم غصب عنك، وما بسمح لحدا يكسر لي كلمتي، واللي حابب يتطاول يروح يتطاول برات معملي مو عندي هون. بحكم انه انا وياك ولاد حاره واحده، ربينا سوا ودرسنا سوا، وكنت تفهمني انك صديقي، ما بقدر اقول غير. عم تبزق بوشي يا ابن الصرماية، بعد ما كنت شقفت مع مرجي جبتك لهون وساويتك مدير، عم تبزق بوشي؟ يلا يا ولاد، ما بدي اشوف حدا.
شو في زينب؟ بدي اترك الشغل. شو الظاهر حكى معك العينتين وحرضك مشان تتركي الشغل؟ ما حدا حكى معي. لك ليش بدك بطلي؟ ما بعرف، حاسة حالي ماني مرتاحة، مخنوقة. تعي 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 شوي تعي. ضايقتك بشي؟ زعجتك بشي؟ لا. لك ليش بدك بطلي؟ والله مو حلوة بعد ما قلعته لمهاب اني ضل عم بشتغل هون، يعني اذا فيني شوي دم بروح مشان راعي مشاعر. انا ما شغلتك عندي مشان مهاب، ولا شغلتك لانك بنت خالي. انا شغلتك عندي لحتى كفر عن ذنبي. ذنب شو؟ ذنبي اني ضيعتك، ذنبي اني خطبتك. شو ضيعتني وخطبتني؟ ولك انا كل يوم عم بتعذب 100 مرة وعم حاول شوفك كل يوم لحتى كفر عن ذنبي. لك يا عاقل شو هالحكي اللي عم تحكي؟ انا ما عم بفهم شي. عم بحكي الحقيقة. ولك زينة، انا كل يوم قلبي عم يتقطع 100 مرة، ما عم تزبط معي، عم حس حالي اني سلمتك لمهاب بايدي. معقول؟ معقول مشكلتك معه خلتك تحكي معي هيك؟ ولك اي مشكلة يا بنت الحلال؟ مشكلتي انتي. ولك ما عم بحسن شوفه، ما عم بحسن طص خلقته. زينة زينة، انا قبل عمتك واغلى فيكي. لا انت عن جد عم تحكي يعني من كل عقلك؟ باين علي مجنون. لا 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 لا، انا مو قصدي هيك، بس لك انا مخطوبه. ودخيلك فيكي تبطلي، فيكي تتركي. الحياه معي غير، عز وجاه وفخفخه. انت بتشوفي مهاب احسن مني شيء؟ لا لا لا، مو هيك مو هيك القصه. لا لكن شو قصدي؟ يعني أنا بحس إنه وهاب كان بحبك أكثر منه. عقيل ما بصير، اتركني أنا مخطوبة. ما بصير مخطوبة بس مالك متجوزة. أنا بعرف إنك ما بتحبي، أنت كان بس بدك تنخبي وبس. لا هذا الحكي مو مزبوط. لا مزبوط. زينة زينة، أنا بحبك كثير وراح عايشك مليكة، وراح عايش أهلك حياة كثير 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 حلوة، ومو حتكوني سكرتيرة وبس، راح أساويك مديرة المعمل. شو قلتي؟ أنا ما عم بعرف يعني، أنا متفاجئة. ما تتفاجئي ولا تقولي شيء، بس هيك تذكري إنه أنا رح أدللك، رح أعيشك ملكة، ورح أحبك طول عمري. شو؟ طلعي فيني. شو؟ طلعي فيني. طلعي فيني. الو مهاب، لك شو في لحتى عم تدق لي مليون مرة؟ أول شي مرحبا. أهلين. تاني شي أنا يلي شو في ولا أنتِ؟ قلقتيني، ليش ما عم تردي؟ أنا مشلوشة عندي شغل لفوق راسي. طيب ردي علي وقولي لي هيك. مهاب مشان الله لا تشتغل فيني، ماني فاضية لك، قلي ليش حكيت معي مليون مرة شو في؟ شي بك زينة، ليش عم تحكي معي هيك؟ لك آخ، لأنه بعد كل هالاتصالات ما طلع في شي مهم. لا في. شوفي، كان بدي منك طلب صغير. تفضل. طيب أول شيء ما بدك تردي بريق حلو لحتى نتشجع نطلب. مهاب كرمال الله مشان الله، عندي شغل لفوق راسي وماني طايقة حالي، فبلا برادة قلب، قلي شوفي. زينة شبيك؟ ليش عم تحكي معي وكأني حدا غريب عنك؟ مهاب آخر مرة بقلك، قلي شوفي. في إنه ما بدي إياكي تضلي بالشغل ولا لحظة. يعني مو معقول تضلي عم تشتغلي عند عقيل بعد يلي سوا فيي؟ بعدين كنت بتوقع انك تتصلي معي وتواسيني. اها، بدي واسيك على شو؟ الظاهر انه ما دريتي شو صار؟ لا يا سيدي دريت. طيب شو طيب؟ معقول تضلي عم تشتغلي عنده بعد الخيانه يلي عملها مع اعز رفقاته؟ هذا واحد غدار. انا كنت موجوده وشفت كل شيء صار. طيب ما دام شفتي القصه، ليش ما تركتي فورا؟ وليش لا اترك؟ ليش بدك تتركي؟ يعني ما همك اللي سواه معي؟ تصطفلو، انا مالي علاقه بيناتكم. زينة انت عن جد عم تحكي؟ ايه والله انا عن جد عم بحكي. بعدين انتوا الاثنين ما قصرتوا بعض واثنيناتكم غلطانين. هلا انا غلطت؟ ليش شو عملت؟
وهاب مشان الله انا بالشغله معجوقه كثير، خلص بعدين بنحكي. زين انا ما عم صدق اللي عم تسمعه. يا مهاب انا شو لي علاقه بمشاكلكم؟ تصفل منك لإله. انا لي علاقه بشغلي، بشغلي مبسوطه كثير فيه ومرتاحه فيه وعقيل ظريف معي. لك يا زينه فهميني. هاب انا عجقت كثير ما عاد فيني احكي. يلا يلا باي 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 باي. سلامات يا عمر. اهلين اهلين استاذ. لا ما حبيتها منك، لما نكون لحالنا بتنادي لي عقيل حاف مثل كانه قاعدين لحالنا بالبيت. حاضر خلص مثل ما بدك. خبرتي العمال مشان التعليمات الجديده؟ ايه بس لهلا ما دارت ولا قالب الورديه المسائيه، قال العمال ناطرينك لحتى تجي. انت شو عم تحكي؟ ايه والله عن جد. طيب ليش واقفين شغل؟ مشان مهاب. يا ولاد الكلب تاركين الشغل مشان شو؟ ولك هذا بتعمل مانا رزق سايب يا حمير يا ابغال. لا تغلط يا ولد، في ناس هون اكبر من ابوك. ولد اللي يشيل لي عك ولك طب ولك تضرب انت وجهك. صار بيت ازهر عمي هون بتشرف وجهك يا كلب. تفشني يا ابن الكلب، عم تفشني؟ بعتوا لي الحرس مع انه هيطلع من المعمل غير على حالي. طول بالك يا استاذ، القصة بتنحل. روح روح انت بعت لي الحرس. يلا انا ما بحسين اجري، عم توجعني. لك شو عم يصير؟ انت روح روح لعند الحرس. لا استاذ ماني رايح، انت اللي سبيته وهجمت عليه. طيب انا بورجيكم يا ولادين الكلب، والله لا دعوسكم بصباطي. لا يهمك عمي لا يهمك، لا تخاف حتى ولو طلب الشرطة وحياة عيني خاف خليهم ياخذوك. وحياتك ما حدا بيلمسك وانا طيب. ولك ولد حقه فرنجين، بعدين عمي المعمل نحن ممشينه، وإذا بده يضلوا هيك الرزق على الله. ألف معمل بيتمنانا. وحياتكم إذا هيك لحتى يركع. طبعاً المهم ما بنخلي حدا يلمسه. على جستي أبو محمود، بس هذا واحد ابن حرام ويمكن يقلعنا فعلاً من المعمل. ويقلعنا؟ أنا مستعد أسلحه وكفق في شهري، واللي يصير يصير بعدين، مو فارقة. ليكو ليكو هذا هو الكلب، جيبوا لي إياه لدوسة بصباطي. ما حدا يقرب، يلي بيقرب بيكون عم يلعب بعداد عمره. لك شو عم تحكي ولك؟ ولك بعينك. العمى شو اللي عم يصير؟ اللي عم يصير واضح، إذا حدا بده يقرب بده يقتلنا كلياتنا. طيب شباب وقفوا هون، وقفوا على الباب، ما حدا يطلع من الكلاب. حاسب يا ولد، حاسب رجال ورا. ولك شو عم يصير؟ شوفت عينك، حاجة صيبت بهدة بالعالم، فعلا إنك واحد ما بتستحي. مو سبعانين شو؟ يعني شو بدنا نساوي؟ مسحوا فيهم الأرض؟ لك يا أستاذ نحن ثلاثة وهن كتار. اتصلوا بالشرطة، اتصلوا بالشرطة. ولك مو إذا بتطلب الشرطة. إذا بتطلب مين ما بدك بتضلك كلب وحقير؟ لك تعرف صباط أصغر عامل هون بسوى شرفك يا واطع، بتفهم؟ لك مين أنت؟ مين مفكر حالك؟ مين؟ مين حتى نازل بالعالم هيك؟ لك حتى علام الوسخ التافه ما استرجس برجال بعمر أبوه؟ أنا طالع برات المعمل، برات المعمل اللي وسخه هالولد التافه، ما حدا يلبسني لأنه مو واحد مثل هاد بيخلينا نضرب بعض. شوفوا يا شباب شوفوا، هرب الجبان هرب. كل الكرامة كل شاحن كرامة. شوفوا شوفوا ان شاء الله بكره كل شيء بنحل. مو بكره، اليوم. وين رايحه؟ رايحه على البيت. يلا تعي معي توصلي. لا 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 ما بدي اعزبك. شو حتى انت صايره ما بتسمعي كلمه؟ طلعي. يلا انتوا يا اولاد الكلب. بسيطه شو عم تعمل بالسياره؟ ليش ممنوع؟ انزلي بدي احكي معك. بعتقد لازم تحكي معي بطريقه فيها شويه تهذيب قدامي. قدامك؟ اول شيء هذا الموضوع بحدده انا وياها، ثانيا انت اخر حدا بيطلع له يحكي عن التهذيب.
مو هابق صير الشر وحمل حالك وامشي. يلي صار بيني وبينك بكفي. يلي صار بيني وبينك ولا قصدك اللي انت ساويته؟ انت غلطت. شوف عقيل، انا مو جاي احكي باي موضوع بيخصك، وهي قدام زينة. انا لحد هلا ما سويت شيء، بس بوعدك بعد شوي رح ساوي كثير. عم تهددني؟ انزلي. ما بدي انزل، اتركني. لك احكي معي، عم تهددني؟ بتعرفني من صغري، انا اذا طلع براسي شيء بنفذه فورا، ما بهدد. ولك رجعت تهدد؟ افهمها مثل ما بدك. خلصنا مهام. لا الله، شوف يا حبيبي، اذا بدك تضلك هيك مصر وما تعتذر، هي مشكلتك. عقيل بعيد من وشي احسن ما تطلع معي وتكبر القصه كثير. ها يلا تعي. خلص ليش عم تحاكي؟ ليش عم تعاملني؟ لك كيف بدي اياك تحاكيك لكم وانت راكبه معه؟ وشوفي الركبه معي سيد مهام. والله ما بيهون علي خطيب تركب مع حدا من مكان. يوم مهاب شبك انفلتت؟ عقيل بدي وصلني، اتاخرت على البيت. زينة امشي معي، مو وقت هلا نتخانق قدام الناس. ها عقيل يلا اطلع. سلام.